بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى ايه نشوف المفروض ان احنا كده خلصنا التصميم الهندسي وهنبدأ في التصميم الانشائي. التصميم الانشائي اللي هي مكونات القطاع بتاع السكة. قطاع السكة بتاعي ده من متكون من ايه؟ قال لك ده متكون من القضيب بتاعي. القضيب بثبته بشوية مسامير في حاجة اسمها الفلانكات، كويس. الفلانكات دي محطوط على حاجة شوية بازلت، البازلت ده اسمه قطاع التظليل، هو ده مكونات السكة بتاعتي. هنبدأ أول حاجة في الفلانكات. إيه فايدة الفلانكات؟ بص كده في الفيديو ده، أنت شايف أنت الفلكسبيليتي أو المرونة اللي بتحصل دي، إن القطر بأوزانه بيعدي على القضيب، فبالتالي الحمل بيتنقل من القطر للقضيب. من الفلانكة لقطاع التظليل للأرض. الستكال سيستم بتاعك. تمام؟ بص كده على الفلانكات، شايف ايه اللي بيحصل؟ الفلانكة مش متثبتة، الفلانكة بتاخد وتدي. تاخد بالك؟ شايف انت اللي هي زي السيتلمنت اللي هو بينزل ويطلع ده مع الاحمال ده، بتصمم على كده عادي مفيش مشكله فيه. تمام. احنا بنتكلم على حاجه اسمها مين؟ الفلانكه. انت شايف دي كده خشب، شايف انت الخشب اللي قدامك دي عيبها ايه؟ شققت. ها خشب بيجي له سوس. طب ما نستخدم انواع تاني. اه في انواع تاني، ودي اللي هنتكلم فيها. هنتكلم على انواع الايه، الفلانكات. اول حاجه الفرنكات هي كمرات عرضيه بحطها عشان تمسك القضبان وتنقل الاحمال من القضبان لقطاع التظليل. ممكن دي اعملها يا اما خشب يا اما صلب يا اما خرسانه. لو هنمسك اول حاجه الخشب، ماشي كده، قلنا بقى فايدتها ايه، ان هي بتنقل الاحمال من القضبان لقطاع التظليل، بتعمل على مقاومه تمدد القضيب في الاتجاه الطولي عشان بفعل تمدد درجات حراره. يعني ايه؟ لما يكون عندي ده القضيب بتاعي، كويس كده، ده قلنا ايه، ده القضيب، وادي كمان القضيب. لو انت مثبتهم على مسافة كبيرة، او مثلا لو القضيب ده 6 متر، ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله لو انا مثبته من هنا ومثبته من هنا هيحصل له حاجة اسمها مين؟ الديفليكشن أو الباكلينج لاترال، صح؟ في نفس الكلام. طب إيه اللي يحفظني إن أنا أقعد أزود مسافات عرضية تمسكي، كويس؟ دي بيسموها الفلانكات. بس يا عم، فقال لك الفلانكات إن هي بتعمل على مقاومة تمدد القضيب، وبالتالي إن أنا أحافظ على مسافة ثابتة تساوي اتساع السكة، وبالتالي مقاومة التشكل العرضي للسكة. أنواعها، أول حاجة الفلانكات الخشبية بتيجي منين؟ من الخشب، زي مين؟ البلوط، الصنوبر، الزان. بستخدمها إيه؟ قالك والله الميزة اللي فيها إن هي خفيفة الوزن، لما يكون عندي التربة اللي بأسس عليها ضعيفة وبالتالي عايز أخفف في الأوزان أستخدمها. الفلانكة الخشبية ليها ميزة إن هي حاجة اسمها أيزوتروبيك، وبالتالي توزيع الإجهادات بتاعها بيكون منتظم عكس الخرسانة والحديد. قال لك والله إن أنا بعمل فيها حاجة اسمها معالجة كيميائية عشان أحفظها من التسوس، وبالتالي أزود عمرها الافتراضي. ليه؟ لأن هنشوف دلوقتي المشاكل إيه والمميزات إيه. فالمميزات بتاعتها إن هي خفيفة، دي حاجة كويسة عشان إيه الأحمال أقللها لو كنت بأسس على تربة ضعيفة، بعمل لها هي عازل أصلا للحرارة، وبالتالي لو أنا حولت المكن عندي من ديزل أو القطارات من ديزل لكهرباء ألاقيها شغالة وزي الفل، وصول تثبتها، أحط المسمار البرمة يا دوب أقرب خلصت، لا بقى محتاج أعمل لها فتحات ولا أقطع في البليتات لو هي حديد أو أخرم أو أتقب أو الكلام ده، هي مجرد بس إيه خشب أدق فيها المسمار. العيوب بتاعتها عمرها قصير زي كل حاجة حلوة في الحياة. بتتعرض لمين؟ للتشقق، زي ما شفت الفيديو كده متشققة كلها زي ما انت شايفين كده،
كانت كل الفرنكات اللي احنا كنا شايفينها اتشققت، شايف انت؟ اتشققت، فعمرها قصير زي كل حاجة حلوة كويس. وبتتآكل حشرات بقى، حاجة معدية كده تسلم عليها جعانة تخش تسلم. الرطوبة طبعا مع الحرارة والرطوبة الحاجات دي كلها بتخليها تزود التشقق بتاعها، ولازم كل شوية أقعد أعمل صيانة أحقنها، وبالتالي سعرها أثناء الصيانة بتزيد عن سعرها في البداية. النوع التاني اللي عليك الفلانكة الخرسانية دي، بصنعها من خرسانة وبحط لها فيها تسليح، وبعملها إما خرسانة مسلحة أو خرسانية أو خرسانة إيه سابقة الإجهاد. ويفضل دايما أنا أستخدم سابقة الإجهاد. ليه؟ لأن الخرسانة المسلحة لعبها إن هي بتتكسر، وعمرها اقتصادي يعني إيه عمرها الاقتصادي إن هي مش معمرة بدرجة زي الفلنكات سابقة الإجهاد، تمام؟ لا، عمرها ممكن يخش في 50 سنة. وبالتالي لو أنا هعملها خرسانة هعملها مين؟ سابقة الإجهاد. وإيه مميزاتها بقى؟ مقاومة عالية، إدي بتستخدم للسرعات العالية شغالة، ما محافظة على اتساع السكة، فسيون أقل، عمرها افتراضي. خرسانة زي ما أنت عارف المنشآت الخرسانية بتقعد 50 60 سنة. إيه شوية أسمنت على شوية زلط تثبتها، عرفت تنتجها بدل ما أروح أستورد الخشب. عمرها 50 سنة زي ما قلنا، ما لو اتخزنت لا تتقوس ولا تتاكل، بس عيبها إيه؟ تتكسر. إيه الشحن والتفريغ بتاعها بيكسر. لو أنا هستخدمها مع القطارات الكهربائية لازم أعزلها، لازم في صعوبة المناولة تقيلة، وزنها تقيل، وبالتالي وزنها تقيل دي ما أعرفش. لا تفضل في التربة ذات الإجهاد أو تأسيسها أو ضعيفة، التربة الضعيفة توزيع جداتها مش منتظم زي الفلانكة الخشبية، وبحتاج إلى معدات الخاصة عشان أركبها والحاجات الحلوة دي. إيه الفلانكات الصلبة؟ قالك دي بالمنظر ده كده، بتكون عبارة عن مين؟ على شكل حرف زي إيه؟ يو بالمنظر ده كده، مقلوب حرف يو بالمنظر ده كده تقريبا، يعني حرف في بقى يو زي ما يقول لك يعني. قال لك على شكل حرف يو، وبنهايات على شكل حرف في السبعة دي كده، وبثبتها بالمنظر ده، مسمار هنا ومسمار هنا زي الفل. وبصنعها من صلب كويس، والإيجاد بتاعها من 40 ل 50 كيلوغرام على المليمتر مربع. مميزات الفرنكات من المواد الصلبة أو ذات الصلب إن هي لا حشرات تاكلها، يعني ضد المية ضد النار ضد الحشر ضد الفار، لا تتأثر بالآفات والحشرات زي الفرنكات الخشبية، وبتحافظ على اتساع السكة لمدة أطول، وبالتالي تكاليف الصيانة أقل. زي الخرسانة المقاومة للتشابك العرضي تعتبر مقبولة، مع إنها بيحصل لها تمدد يعني زي الخرسانة. خفيفة الوزن نسبي، تعمل إن هي قطعات خفيفة يعني، وأعرف أناولها، تمام؟ سهلة التشكيل. طب عيبها إيه؟ الحديد بيعمل إيه؟ بيصد، خلاص. صعوبة إيه؟ تتعرض للصدمة على طول. الحديد عيبه الصدمة، بيصعب ده كمان التظليل تحتها. ليه؟ لان انا ممكن في الخشب ممكن اعد عليه زي هراس خفيف كده او دكان خفيف يدك معايا، او اعرف ان انا ايه الاثناء حتى القطر وهو معدي من الاوزان بيعرف الدك، لكن دي ما ينفعش اعد عليها اي حاجه. ليه؟ لان هتتشكل معايا، صلبها زي الصلب الخفيف ممكن تتشكل تبوظ. صعوبه تثبيت الفلنكات الصلب بالسكه، تثبيتها بيكون اما على الحام، لان المسامير للمنظر انت شايفها دي ها بتتقلع ما بتبقاش كويسة يعني. المقاومة للتشكل العرضي إلى حد ما كويسة قلنا، لكن مشكلتها بقى إيه؟ إن ده حديد فوق حديد فوق حديد، لكن الخشب كان بيمتص الصدمات دي، فكان يأثر لو في منطقة سكنية يأثر لك على الناس دي كويس، فبالتالي لأ يعني كانت الضوضاء هنا عالية نسبة. وكمان لو أنا استخدمتها في
القطارات اللي هي بتدوس، ما عملتش او اسف قطارات القطارات او القاطرات اللي انا احولها لها تكون باب الكهرباء عكس الديزل، عملت بقى كهرباء وبتاع دي كده ممكن ايه توصل للتيار الكهربي ويحصل ايه وتبوظ الدنيا وتلاقي الدنيا ايه باظت معايا. ايه الصدأ طبعا قلنا هتعرض للصدأ، مفيش وسط مرن وبالتالي الضوضاء بتزيد كويس، وغالبا سمك الفرانكة دي ما يزيدش عن 13. السؤال ده هيجيلك في الامتحان، اذكر مميزات وعيوب كل من الفرنكات بأنواعها سواء الخشب الصلبة أو الخرسانة. إن شاء الله بإن آخر سيكشن هو قطاع التظليل. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله. السلام عليكم.